هذا وقد جددت وزارة الصحة دعوتها لجميع فئات المجتمع البحريني إلى ضرورة مواصلة الالتزام للبحرين وتحمل المسؤولية المجتمعية وحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع كافة عبر التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس ودعم الجهود خلال الفترة القادمة. صحة وسلامة المواطنين والمقيمين لطالما كانت وما زالت أولوية جميع الجهات المعنية المساهمة في كبح فيروس كورونا. ومن أجل هذه الغاية النبيلة دعت وزارة الصحة جميع أبناء المجتمع إلى تضافر الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي حفاظاً على صحتهم من الفيروس الذي حط برحاله على العالم بأسره، والأخذ بعين الاعتبار بأن التهاون قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة، حيث أن التجمعات تنتج عنها ارتفاع الحالات لمستويات غير مسبوقة، خصوصاً بين النساء وصغار السن، إلى جانب تأثير الفئات الأقل مناعة في المجتمع من الأطفال وكبار السن. من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره لبس الكمام ونزعه والتخلص منه بالطريقة الصحيحة، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم، عند العطس أو السعال تغطية الأنف أو الفم بالمنديل أو المرفق، غسل اليدين وتعقيمهم بانتظام، ترك مسافة لا تقل عن مترين بيننا وبين الآخرين. هذه الإجراءات والإرشادات عند الالتزام بها وتطبيقها يؤدي إلى حماية جميع فئات المجتمع من التداعيات والمضاعفات الخطيرة لهذا الفيروس، وخصوصا فئات المجتمع الأكثر عرضة وخطورة بسبب ضعف قوة الجهاز المناعي. ولدعم الجهود خلال الفترة القادمة التي تسعى إلى تقليل أعداد الحالات القائمة، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أخذ الحذر خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن الجميع مطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية خاصة للأبناء والمحيط الأسري الذين يستحقون التزاماً بما يحافظ على صحتهم من الجائحة العالمية.